مرحبا في محل مطير باهل شكالها الرجال النشام حظهم معتلي دوروا شعر العتبان ما ابغى بداله الذياب صاحبي عالي المنزلي هل بقاعد براقني خيل خياله سجلي يا شنبات النقل سجلي جمال الله رجال يحب الجمال النحار له بعير ولنذبح له طلي والله إن رجال ما نحب النذالة يا بنا أخي سعيد ويا بنا أخي علي الذياب يصيح عند باب البقالة والبقالة شراها واحد من بلي كان داخلك شك وكان حالتك حالة لا تحمل على طاقتك يا العبد لي خلوها وش تسوي لي اجل حبل فوق المحالة وانت طيب وعدك واحد من هلي الرسالة تراها معطريق الرسالة لا تحرق رموشك شعلة تصطلي من يتيها الطريق يجيها حكم العدالة أنت في حكمنا وأنا في حكم الولي ما أنت صاحب سمو ولا أنت صاحب جلالة والعرب تعرف الدكتور والصيدلي خلوها خلوها ودي أعلم الشايب وأعلم عياله اسمع العلمي المتحدث الداخلي ما انت ولد الدويش ولا انت ولد الطوالة شافعي انت قال
خلد سيرات الحنبلي الخبلي العتيبي ما يخلي خباله لين يقضي عليها الحاكم الفيصلي صح ماني ولدهم خل عنك الجهالة اعرف ان عتيبي والمخرج ملي البعير المعقل كيف يطلق عقاله جعلها في جملكم ما تجيب جملي ما لعب فديابي غير كثر البطاله من سببها تلقى صاحبي للخلي شفت لي موتر لبق في وسط الوكالة ما عرف له مديل ولا عرف له حلي الذياب يقفل القوم له لحاله ان وقف عن جهنه وان وقف معبلي خلوها والله انك جميل ما تعرف الجماله قفلي يا قناوات القشاره